ايطالي. هروح لاخبارنا العالميه. كشفت صحيفه لاجازيتا ديلا سبورت الايطاليه ان الموسم الحالي هو الاعلى من حيث رواتب اللاعبين في تاريخ الكالتشو، وصل لمليار و350 مليون يورو، ويتصدر اليوفي قمه انديه الدوري مجموع رواتب سنويه للعيبه بتوصل ل 294 مليون يورو. ولاعب اليوفي طبعا عارفين كريستيانو رونالدو هو الاعلى دخلا برصيد 31 مليون يورو سنويا. طيب محمد صلاح النهارده فاجئنا وفاجئني وفاجئ الناس كلها على صفحته الشخصيه وتويتر، ونشر فيديو لبنته مكه وهي بتغني وبتعزف على بيانو صغير، وشكلها هتبقى نجمه جامده جدا. ومش كل حاجه بقى نعرضها عم صلاح. ها يا وش يا وش اسمع. عسل فخر الغنى مكة محمد صلاح هي فخر الغنى في مصر في الفترة اللي جاية. شكلها هتعمل شغل جامد جدا وكاركتر ما شاء الله. ربنا يا رب ربنا يا رب ربنا يا رب يحفظها لك يا محمد. وداري شوية بعد ما أصبح أكتر لاعب في تاريخ منتخب أسبانيا مشاركة في المباراة الدولية برصيد 167 مباراة سيرجيو راموس كابتن أسبانيا، طبعا بيستهدف الوصول ل 200 مباراة، يعني هينافس العميد أحمد حسن، وده طبعا قبل اعتزاله كسر رقم نجمنا أحمد حسن اللي كان أو برصيد الحالي 184 مباراة دولية. والحقيقة إن مش بس راموس اللي هيشكل خطر على أحمد حسن، لكن الثنائي العربي بدر المطوع من الكويت وأحمد مبارك من سلطنة عمان، كل واحد فيهم وصل ل 171 مباراة، وإن شاء الله يوصلوا للمباراة ال 200 عشان يغيظوا أحمد حسن ويفقد اللقب بتاعه.